أيش قولكم فيها البنا ميني ترتوليت ساليب كعبر الدجاج والكروفات يعملوا 66 كيف بلاتو متنوع تنجموا تزينوا به طاولتكم في أي مناسبة عندكم سهل وفي رمشة عين يحضر. نخليكم تتابعوا الفيديو باش تعرفوا كيفاش حضرتهم. خديت الزر متاع الدجاج ريحيته فوحته ملح فلفل أكحل ثوم ومعدنوس نخلطهم مع بعضهم وباش نعمل كعابر صغار على الاخر باش نحطهم في البلاتو مغلف بابي كويسون ندخلهم للفور على 180 درجة لين يطيب الدجاج من بعد باش نغطسهم في بياض البيض ونغلفهم باللوز مهروش والفستق تنجموا تستعملوا نوع واحد متاع فيكيا نعود نرجعهم للبلاتو ندخلهم للفور 5 دقائق باش يطيب البياض البيض ونخرجهم ونخليهم على جنب عندي كعبات كروفيت نظفتهم باش نغطسهم في عظمة فيها شوية فلفل أكحل وملح من بعد الفارينة من بعد نرجعها للخليط الشابلور نزيد نعاود نرجعها للبيض ومن بعد نحطها في اللوزي فيلي نكملوا الكعبات اللي عندنا الكل بنفس الطريقة ومن بعد باش ندخلهم للكونجيلاتور يشدوا رواحهم شوي ونقلوهم في زيت سخون على نار متوسطة لين يحمروا ونخلوهم على جنب هذوما الترتو اللي تحضرتهم في الدار تنجموا تشروهم حاضرين نعبيهم بالفرماجة ترتيني بنكهة الثوم وزدتهم شوية معدنوس ونحطوا فيهم كعبر الدجاج والكروفيت وصحة وبشفي ليكم.